لن كنا نتوقع أن تكون مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب ناميبيا صعبة وقوية، على اعتبار أن المنتخبات التي كنا نعتقد بأنها صغيرة وضعيفة قد تحرج المنتخبات الكبرى، بدليل أن مباراة الافتتاح بين منتخب المصري وزيمبابوي شاهدنا كيف أن منتخب زيمبابوي قدم صورة جيدة ووقف نداً للند أمام منتخب مصري. منتخب ناميبيا لم يكن يرغب أن يظهر بصورة متواضعة، قدم مستوى لا بأس به، أحرج الفريق الوطني في بعض المناسبات، لكن الخبرة ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي كانت حاضرة في أطوار هذه المباراة. المهم بالنسبة إلينا هو أن الفريق الوطني المغربي أنهى المباراة الأولى بالفوز، وهذا هو السيناريو الذي كنا نتمناه، خاصة أن الفوز يقدم المؤشرات القوية ببقاء الفريق الوطني المغربي في هذه المنافسة، وبالتالي التأكيد على أنه سيعمل من أجل الحفاظ على هذا الفوز في المباريات القادمة، وبالتالي التأهل إلى الدور الثاني، وهذا هو المبتغى. وبالتالي نتمنى صديقين أن يواصل الفريق الوطني المغربي هذا الحضور الوازن والكبير في هذه المسابقة، لأن الجميع يرشحه كمنتخب يحمل مواصفات بطل كأس إفريقيا في نسخة مصر 2019. مصر، نيجيريا، كذلك يعني تابعنا كذلك نتيجة مدغشقر أمام غينيا، هناك نتائج غير متوقعة، وبالنسبة للمنتخبات الكبيرة يجب أن تحقق النقاط الثلاث يعني كبداية وكخطوة أولى بالنسبة لهذا المشروع. إذن المنتخب المغربي بغض النظر عن الأداء، بغض النظر عن غياب نجاعة الهجومية، الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، لأنه تنتظره مهمة أصعب أمام المنتخب الإيفواري قبل مواجهة منتخب جنوب أفريقيا. إذن بالنسبة لأمور التأهل أصبحت أقرب لكنها لم تحسم، يجب على الأقل المنتخب المغربي أن يخرج بنقطة أمام المنتخب الإيفواري، ويخرج كذلك بفوز أو نقطة على حساب المنتخب الجنوب أفريقي من أجل ضمان التأهل. إذن أكيد سعداء جميعا بهذا الفوز، سعداء بتألق بعض اللاعبين الذين دخلوا في الشوط الثاني وقدموا أداء جيدا، على رأسهم بوفال، كذلك الأداء الذي قدمه الأحمدي في وسط الميدان بعد دخوله في الشوط الثاني. إذن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح بالنسبة للمنتخب المغربي، في انتظار التأكيد كما قلنا، انتظار التأكيد أمام كوت ديفوار أمام جنوب أفريقيا. على أي بالنسبة للمباراة الأولى اليوم شفنا بأن المنتخب المغربي عانى الأمرين، عانى الأمرين على مستوى أنه كيخلق عدد كبير من الفرص وكيوصل المعترك العمليات، لكن للأسف كانت هناك هذيك اللمسة الأخيرة من أجل يعني تسجيل أهداف. الشوط الأول كانت سيطرة ميدانية ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق ديال ناميبي، لكن في الشوط الثاني كان هناك سيطرة ولكن مع ضياع فرص سهلة جدا، كان بإمكان المنتخب الوطني أنه يترجم إلى عدد من الأهداف ويريح عليه المباراة ويريح حتى على مستوى، لأننا كنعرفوا هذا الفريق الآن اتضح الرؤية على أن الفريق الناميبي هو الحلقة الأضعف يعني بالإيقاع ديالو اليوم، اتضح بأنه لن يجاير لا المنتخب ديال كوت ديفوار ولا المنتخب ديال جنوب أفريقيا، وغادي تكون نسبة الأهداف غتقدر تلعب في هذه المجموعة بين المنتخبات، سواء المنتخب المغربي ولا جنوب افريقي ولا الكوت ديفوار. على اي ثلاث نقاط احسن بكثير من نقطه واحده او صفر نقطه، ثلاث نقاط كتعطي للمغرب على انه بدا بدايه موفقه على عكس الدورات السابقه اللي كان دائما المنتخب الوطني كيتعثر في المباريات ديال الافتتاح. نتمنى لايرفي غونار انه عنده متسع من الوقت، الجمعه القادم مباراه القادمه ضد الكوت ديفوار، غدا غادي تكون مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا، وغادي نشوفوا لو ستيل دو جو باش كتلعب كوت ديفوار جنوب افريقيا، وانا ذاك غادي تتضح الرؤيه. وامام ايرفي غونار متسع من الوقت كما قلت لاصلاح بعض الاخطاء على مستوى التركيبه البشريه.